استقبل رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغرة اليوم في قصر المعاشيق بعدن المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي إرثاين كازين والمدير الإقليمي للبرنامج مهند هادي. وخلال ذلك وخلال اللقاء تم مناقشة آليات إيصال المساعدات الغذائية إلى جميع المحافظات دون استثناء. وأشاد رئيس الوزراء بالأدوار الإيجابية والفاعلة التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي والكويتي والبحريني والقطري وباقي المنظمات التي قدمت الكثير من المساعدات وأوصلتها إلى جميع المحافظات بما فيها محافظة صعدة معقل الانقلابيين. ودعا رئيس الوزراء برنامج الغذاء العالمي والمنظمات الأخرى إلى فتح مقراتها الرئيسة في العاصمة المؤقتة عدن ومباشرة أعمالها الإنسانية التي يحتاجها اليمنيون اليوم وأكثر من أي وقت مضى. وأكد بن دغرة أن الحكومة ستقدم الدعم والتسهيلات اللازمة لبرنامج الغذاء العالمي والمنظمات الدولية الأخرى حتى تستمر في إيصال المساعدات الغذائية والعلاجية إلى جميع المواطنين وفي مختلف المناطق اليمنية.